نرحب بأستاذ علي شداد، نائب عن البصرة وأيضا عضو لجنة النفط والغاز النيابية. أهلا وسهلا بك أستاذ. أستاذ، يعني آخر أخبار استحداث قضاء أو أقضية أو قضائي صفوان وأم قصر وأيضا ناحية خور الزبير. نعم، بارك الله بكم. أهلا وسهلا بكم، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. طبعا مثل ما تعرفون هناك متابعات صراحة طالت لمدة أكثر من سنوات فيما يخص استحداث ناحية خور الزبير، وكذلك رفع مستوى قضائي صفوان ومقصر من ناحية إلى قضاء. مثل ما تعرفون هناك قرارات سابقة لمجلس محافظة البصرة تم استكمال كافة المتطلبات الخاصة، المعايير المعتمدة لدى وزارة التخطيط، تم رفع كافة الأوليات. آخر ما كان يعني السبب الرئيسي لتعطيل استحداث هذا الأقضية والنواحي، وهناك صدر قرار من مجلس الوزراء، وهذا القرار يؤكد على التريث في استحداث النواحي الإدارية والأقضية إلى حين استكمال التعداد الإحصاءات، يعني التعداد الإحصائي للسكاني والتعداد السكاني، وهذا بقرار من مجلس الوزراء. نعم. الحين أن تستكمل إجراءاتها وزارة التخطيط، ولكن مثل ما تعرفون هناك تلكؤ أصبح في هذا المشروع المهم الوطني، فبالتالي نحن في ناحية خور الزبير وكذلك قضاء صفوان لدينا قرارات سابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء، فذهبنا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتم مفاتحتها، وبالفعل استحصلنا الموافقة الأولية بالمضي قدما في استحداث ناحية خور الزبير وقضاء صفوان وأم قصر. آخر ما توصلنا إليه بخطاب من قبل الأمانة العامة إلى وزارة التخطيط بالمضي قدما في استكمال الإجراءات. أيضا جاوبت وزارة التخطيط أو طلبت الأمانة العامة بتزويد الأمانة بنسخ أصلية أو طبق الأصل من قرارات مجلس المحافظة. وزارة التخطيط زودناها بتلك القرارات طبعا بكتاب من قبل محافظة البصرة وتم تدوينها. أرسلت وزارة التخطيط كل القرارات التي تم استلامها مصدقة إلى الأمانة العامة. تبين بصراحة أن قضاء مقصر أو ناحية مقصر لم تمتلك قرار صريح من مجلس محافظة البصرة السابق، فبالتالي تم يعني ترحيل استحداث قضاء مقصر إلى أن يكون لدينا أو إلى أن يوجد لدينا مجلس محافظة جديد، فبالتالي تم ترحيل اتخاذ قرار تحويل ناحية مقصر إلى قضاء بسبب عدم وجود قرار من مجلس محافظة البصرة واضح ومعنية بناحية مقصر. نعم. فتم ترحيل هذا الأمر لحين وجود مجلس محافظة. ثم تعرفين أن قانون المحافظات غير منتظمة بإقليم أكد من الصلاحيات الحصرية لمجالس المحافظات هي استحداث الأقضية والنواحي. نعم. فبالتالي مجلس النواب العراقي بعد أن قام بإيقاف عمل مجالس المحافظات بقرار سابق لم يعالج هذه الإشكاليات، وهذه الإشكاليات بقت معلقة لحين وجود مجالس للمحافظات، ونحن إن شاء الله على أعتاب انتخابات مجالس المحافظات. نعم. فبالتالي قضاء مقصر ما ينقصه من المتطلبات هو وجود قرار صريح من مجلس محافظة البصرة. نعم. من أجل رفع مستوى ناحية مقصر إلى قضاء. نعم. أما آخر ما صدر من الأمانة العامة وهذا الكتاب المهم صراحة. نعم. الذي يؤكد بأن قدر تعلق الأمر برفع المستوى الإداري لقضاء صفوان واستحداث ناحية خور الزبير، فنشير إلى إمكانية أخذ ما يلزم بشأنها وفق أحكام القانون. فبالتالي اليوم حصلت موافقة صريحة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفع مستوى قضاء ناحية صفوان إلى قضاء واستحداث ناحية خور الزبير، وتم إرسال هذا الخطاب الرسمي، زودتكم بنسخة من هذا الخطاب إلى وزارة التخطيط لاتخاذ اللازم. أما فيما يخص الفقرة الثانية اللي هو قضاء مقصر. نعم. فيما يخص يعني بشأن استعداد قضاء مقصر صار تأخير بسبب لم يجري تزويدنا بقرار مجلس محافظة البصر خاص بالاستحداث، مشيرين إلى استحداث يعني الوحدات الإدارية قد تمت يعني التريث به لحين وجود مجالس محافظات. فبالتالي اليوم يعني نقدر نقول هذه بشرة مهمة جدا إلى أهلنا في ناحية صفوان، وكذلك أهلنا في ناحية إن شاء الله خور الزبير،
تم رفع المستوى الإداري لقضاء صفوان ولناحية خور الزبير. نعم. الفائدة المرجوة. نعم هو بالتالي شنو راح تكون للأهالي؟ بالتأكيد. أهالي قضاء صفوان وأيضا نعم ناحية. نعم الفائدة المرجوة من رفع مستوى الوحدات الإدارية أو رفع مستوى المناطق إلى وحدات إدارية هناك فوائد كبيرة جدا. من ضمن أهم هذه الفوائد هو رفع الميزانية المخصصة لناحية صفوان وإعطاء ميزانية. سوف يكون هناك خطة ونسبة مئوية من الميزانية العامة للمحافظة إلى ناحية خور الزبير. مثل ما تعرفون أن ناحية خور الزبير كانت عبارة عن منطقة وهذه المنطقة مرتبطة بقضاء الزبير، مرتبطة إداريا وفنيا وحتى في مجال الخدمات. فبالتالي كانت ناحية خور الزبير أو منطقة خور الزبير تخدم من خلال بلدية الزبير. اليوم سوف تكون هناك عندما يتم إن شاء الله تعيين مدير ناحية لخور الزبير فبالتأكيد سوف نكون أمام قسم بلدي مستقل، قسم تربية مستقل، قسم مرور مستقل، قسم إطفاء مستقل. فتكون كل الدوائر المعنية ممثلة ضمن هذه الناحية. هذه من الفوائد المهمة بالإضافة إلى وجود بجت خاص، ميزانية خاصة إلى ناحية خور الزبير. ناهيك عن أن بالتأكيد سوف تحصل ناحية خور الزبير على بناء مستشفى حال باقي النواحي. أيضا سوف يكون هناك اهتمام كبير جدا في البنى التحتية، مشروع البنى التحتية، وأيضا هذا تم أخذ المصادقة من قبل السيد محافظ البصرة برفع مشروع البنى التحتية لناحية خور الزبير ضمن خطة عام 2023، وإذا لم يسعفنا الأمر فبالتأكيد ترحل إلى خطة عام 2024. نعم أوكي. فاليوم نعم أستاذ علي راح تخفف هواي كثير من المواطنين. بالتأكيد مثل ما تعرفين اليوم ناحية صفوان كونها منطقة حدودية فبالتالي هي جاذبة ولديها معدل 100,000 نسمة يقطنون في هذه الناحية، والمعايير التي اتخذتها وزارة التخطيط هو أن يتم استحداث أو تحويل رفع مستوى النواحي إلى أقضية بمجرد وجود 60,000 نسمة. فبالتالي اليوم قضاء صفوان قضاء مكتظ بالسكان وقضاء يستحق أصلا من الناحية الجغرافية، من الناحية الإدارية، من الناحية التنظيمية، من ناحية البنى التحتية، من كل النواحي، من ناحية التواجد البشري، وجود مستشفى. هذه كلها مقومات أدت إلى رفع مستوى ناحية صفوان إلى قضاء. أيضا نوعد أهلنا في إن شاء الله ناحية مقصر بأن إحنا سوف لن نتوقف عند هذه النقطة، وهذا ما أكدناه سابقا عند حملتنا الانتخابية في وقت سابق. أكدنا بأن صفوان قضاؤنا وناحية خور الزبير ناحيتنا، وأيضا قضاء مقصر قضاؤنا، وهذا مهتمين به إن شاء الله. بعد أن يكون لدينا مجلس محافظة البصرة سوف نصدر قرار ونتابع هذه الأمور مع وزارة التخطيط.